انا مش فاهم والله اللي انتوا بتعملوه ده. كل ده طبعا عشان ياسمين لما تتجوز. يا ماما لعلمك الرز ده هيبوظ كمان 3 سنين، مش هيستنى ال 10 سنين بتوعها دول. لا يا حبيبي، احنا بنشتري كيلو رز جديد نحطه في الشوال القديم، وناخد من الشوال القديم كيلو رز قديم. فهمت ولا فاهم حاجة برضو يا ماما؟ يا بيبي يعني احنا بنحاول نستخدم نظرية التوافيق والتبادل في النظرية الرزية. بصي انا مش ناقصك انت كمان يا رانيا، اذا كنت انا مش فاهم من ماما هفهم منك. الحمد لله خلصت كل المشتريات اللي انا كنت عايزه اجيبها. مشتريات ايه اللي انت جايباها برضو لياسمين؟ لياسمين اه بص يا عدو، بص حاجات البيبي، بص بص الالوان، شوف الالوان. لا 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 بصي 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 الكابت ده. ايه ده ايه اللي انت جايباه ده؟ ده جايباه لياسمين لما تخلف ان شاء الله. ايوه يا عادل، ايام بتجري هوا. ياسمين بكره تتجوز، بكره تحمل، بكره تجيب بيبي، نبقى عاملين حسابنا. ايوه يعني ايه دلوقتي ممكن تبقى حامل في ايه؟ فارب يعني. الله. وبعدين ايه ده؟ جيها جايباها لايه حضرتك؟ هتخلف بقره؟ دي عشان تقطع بيها عيال. اوعى كده، انت مش عامل حساب الزمن. بص 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 دي حاجات التخيليه. بصوا بصوا كمان دي وجمالها، دي بيجاما ودي هوت سالوبيه. بص اتفضلوا اتفضلوا. فين الاستاذ؟ اهو اهو يا حضره الظابط. اهو عادل سعيد اللي خد جهاز بنته من عندي ومضى كمبيالات وما دفعش لحد دلوقتي. حضرتك في ايه يا عم فتحي عراس؟ ما انا قلت لك هدفع لك ان شاء الله، يعني اتاخرت شويه بس هدفع لك بعد ما الفرح يخلص ان شاء الله. انت عادل سعيد والد العروسه؟ ايوه حضرتك الظابط انا. الف الف مبروك يا استاذ عادل. الله يبارك فيك. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. انا طبعا كظابط يجب علي ان اطبق روح القانون قبل نصه، علشان كده انا لا يمكن ابوظ عليكم ليله سعيده زي دي. ربنا يخليك يا فندم، هو ده العشم فعلا يا فندم والله. لا 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 ان شاء الله ربنا هيتمم بخير. اهم حاجه البوفيه. يا ترى بدأ ولا لسه؟ لا هو لسه هيبدا كمان 10 سنين يعني ان شاء الله ما يحصل بقى باذن الله. 10 سنين؟ اه. اذا اتفضل معانا يا استاذ عادل عشان نعمل لك محضر في الاسم. هتروح فين في يوم زي ده؟ شعوري عادل لا تعمل حاجة زي كده وتسيب بيتك في يوم فرحها، يعني ازاي تعمل كده؟ مش فاهمة يعني. يا بابا يا بابا انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. يا ابي حرام عليك تبوظ فرحتنا في يوم زي ده. بجدش اخويا اخويا اخويا. كده يا عادل كده بتعمل زي ما عمل عمو عماد حمدي في فيلم امه العروسة. عماد حمدي؟ اتفضل معانا يا استاذ قبل ما يحصل لك زي اللي حصل لمحمود المليجي في فيلم الفتوة.